من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على فهم كلام الله عز وجل هو أن يكرر الإنسان الآية التي يمر بها فتحرك قلبه، وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما مر على قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أخذ يكررها حتى أصبح. وهذه رسالة كل إنسان أراد أن ينتفع بكلام الله عز وجل. لا تتعجل بقراءة القرآن، إنما قف عند كل آية تحرك قلبك، فإن هذا بمثابة إزالة الصدأ عن هذا القلب وإزالة هذه الغشاوة وهذه الغفلة عن هذه القلوب بتكرار قراءة الآيات والوقوف عندها وتدبرها.